أنا كان أعتقد لأنه ما شاهدناه بالأمس ببطر ربما أعادنا إلى نقطة الخوف، نقطة القلق، نقطة البداية، نقطة الصفر اللي كنا كنعتقد على أننا تحركنا منها في اتجاه إيجاد فريق بشخصية قوية، بهوية لاعب، بمشروع لاعب، موضوعا كاملا. لغاية الأسف كنعتقد على أن ما يمكن أن نحتفظ به بالمواجهة المزدوجة أمام غينيا الاستوائية هو أننا تأهلنا إلى دور المجموعات اللي هو آخر دور إقصائي ديال كأس العالم. واعتقد على انه هذه المباراه بالرغم من القلق والصوت العارم اللي خلاه الاداء الضعيف للفريق الوطني في اوساط الجماهير المغربيه، كنعتقد على ان مع ذلك يمكن ان تكون مباراه قاعده لدراسه عميقه وعميقه جدا من قبل الناخب الوطني، على الاقل لنقف على مجموعه من الثوابت الفكريه والثوابت البشريه والتكتيكيه التي لا يجب ان نحيد عنها قيد انمله، بمعنى انه تطورنا في اتجاهات معينه ومن الضروري أن نطور هذه الأشياء ونعود إلى القاعدة اللي لعبنا بها منذ فترة طويلة ونستقر على نفس التشكيلة، وإن كان أيضا ممكن أن نستقر على نفس التشكيلة بالرغم من أنني أعرف على أن هناك إكراهات ديال الإصابة والأعطاب اللي كتخلي الفريق الوطني ما يحتكمش إلى نفس النواة البشرية اللي كيحتكم لها في ما بين مباراة وأخرى.